معنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول المحامي اسعد الخزاعي، مرحبا بك سيد اسعد. اذا ملاحقات مستمره للصحفيين والناشطين اسفرت على اعتقال عدد منهم، ما الرساله التي تريد الحكومه ايصالها من محاولاتها اسكات الاصوات؟ مرحبا اخي الكريم. حياك الله. الرساله التي تريد ما يسمى بالحكومه العراقيه وميليشياتها ايصالها في داخل العراق، أولا أنها تريد أن توصل للمتظاهرين والثوار والمنتفضين والمطالبين بحقوقهم بأنها سوف تواجههم بكل أنواع القمع وكل أنواع البطش والظلم والقتل والتنكي والمطاردات والاغتيالات في حال ماذا استمروا بالمطالبة بحقوقهم. وهي على الوجه وعلى هذا الوجه أوصلت رسالة للعالم بأنها حكومة دكتاتورية قمعية لصوصية إجرامية تحاول تدمير أي شيء معني بالحرية والديمقراطية. هذه الحكومة تجردت من كل مفاهيم الإنسانية وكل مفاهيم المروءة، وهي عبارة عن حكومة قمعية جاءت على ظهر الدبابة لتدمير العراق. طيب، يعني صحفيون تحدثوا عن قائمة تضم أكثر من 300 شخص لملاحقتهم من هذه الميليشيات، يعني هذه الممارسات الحكومية هل ستجدي نفعا بإسكات الأصوات في العراق بحسب رأيك، أم أن العراقيين كسروا حاجز الصمت؟ أخي هذا البلد العراق العظيم، هذا البلد ولاد، هذا البلد فيه من الرجال ما فيه. على مر التاريخ العراق يقع في كب ولكن ينهض أقوى. مهما استمر البطش والإجرام الحكومي الأعمى من قبل الحكومة الفاشية الدكتاتورية في بغداد، سوف يظهر رجال جدد يواجهون هذه العصابات الإجرامية وميليشياتها ومرتزقتها، وسوف يتحرر العراق يوما ما من بطشهم وإجرامهم. إذن ألا تدحض هذه الممارسات حديث الحكومة عن مراعاة حقوق الإنسان والسماح بحرية الرأي والتعبير والصحافة؟ أكدت هذه الممارسات القمعية الدكتاتورية الفاشية التي جاءت ب 300 شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمختطفين، أثبتت للعالم بأن هذه الحكومة لا تراعي ولا تحترم أي من مواثيق والتزامات وعهود حقوق الإنسان، ولا تلتزم بأي مبادئ إنسانية أو قانونية دولية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول المحامي أسعد الخزاعي.